إن شاء الله نبدأ في جزء جديد من محاضرات الـ Automated Hematology Analyzers. زي ما اتكلمنا في المحاضرات السابقة، اتكلمنا عن بداية الـ Blood Sampling، إزاي بنعمله، وإيه هي الطرق، وإيه هي العينات المفضلة، وإيه هي الـ Specific Additives اللي احنا بنضيفها للـ Blood Samples لكل اختبار من الاختبارات. إن شاء الله هنشوف جزء مهم كمقدمة لموضوع الهيماتولوجي أناليزرز أو الأوتوميتد بلاد أناليزرز. هنتكلم عن نبذة بسيطة عن الميكانيكس، إزاي الأجهزة دي بتشتغل ببساطة. عشان نعرف الأجهزة دي بتشتغل إزاي ببساطة ونفهم المشاكل بتاعتها، هنشوف ايه هي البيزك كومبوننتس، ايه هي المكونات الأساسية للأجهزة دي. الأجهزة دي بتتكون من ثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأول بنسميه هيدروليكس سيستم، الجزء الثاني نوماتيكس سيستم، الجزء الثالث إلكتريكال سيستم. بالنسبة للهيدروليكس سيستم، ده بيشمل أسبيريتنج يونتس، ديسبنسرز، دايلوترز، اللي هي الأجزاء اللي بتعمل لي سحب العينة، بتضيف ليها السبيسيفيك فلويدز، التشامبرز ازاي بيحصل ميكسينج للفلويدز، القنوات اللي بتمر فيها السامبلز، والفلو سيلز اللي هي بيتم فيها عمليه القياس. بالنسبه للنوماتكس سيستم، ده الجزء المسؤول عن جنريشن اوف فاكومز اند بريشرز. طبعا العين لازم يحصل لها عمليات سحب في الجهاز. دي ميكانيكس بتساعد في عملية البروسيسنج وتحريك السامبل من مرحلة إلى أخرى داخل الجهاز. الجزء الثالث عبارة عن إلكتريكال سيستم، اللي هو بيتحكم في العمليات اللي بتتم في الجهاز. عبارة عن أنالايزرز، طبعا احنا المفروض ان احنا بندخل السامبل، بيحصل قراءة للعينة من ناحية السيلز ومن ناحية المكونات اللي فيها، وتمر المعلومات اللي بتستنتج من خلال الجهاز ده في specific electronic analyzers، بتعمل عملية computation وتديني processing للداتا، وتظهر عندنا النتائج في الآخر. زي ما أشرنا سابقا إن بعض الأجهزة دي بيكون فيها جهاز او نوع من الاوسيلوسكوب، ده اللي بيعمل ريكوردينج للبالسز او للاشارات اللي بتحدث اثناء عمليات القياس. زي ما قلنا في الالكتريك او الالكترونيك امدنس، ان الخلايا بتمر بتقطع مسار تيار كهربي بين قطبين كهربيين، فبتديني اشارات او بالسز بيسجلها الاوسيلوسكوب ويرسمها على سكرين ويديني شارت او ما نسميه بالهيستوغرام. ده اللي بيمثل داتا ديسبلاي، اللي هو الشكل اللي بنشوفه على شاشة الأجهزة دي. طبعا الأجهزة دي بتختلف عن بعضها في طبعا في أكثر من جينيريشن، يبقى بتختلف على أساس degree of automation and computer functions. كل جهاز ممكن يكون متطور أو مختلف عن الآخر في عمليات الداتا بروسيسنج اند داتا مانجمنت. بعض الأجهزة مزودة بما يسمى internal diagnostic self checks، إن هي بيعاد التعامل مع الداتا اللي بتنتج من sample processing، وأحيانا بيتم تصحيح بعض الفاليوز دهيت، فبتديني المفروض النتائج بعد الفاينل كالكوليشنز، بتديني الجرافز او الهيستوغرامز اللي بتظهر والارقام والنتائج اللي بتظهر. وبعض الاجهزه طبعا بيحتفظ بالنتائج بتاع المرضى لتسهيل استعادتها واعاده فحصها، واذا كان في كريتيكال فاليوز او اذا كان في بعض النتائج ممكن تكون غريبة أو غير دقيقة، بعض الأجهزة بتعمل لها فلاجنج، تديها علامة بحيث
نعرف إن في مشكلة في interference في error. دي عملية اسمها أو علامة بنسميها flagging. دي موجودة في بعض الأجهزة زي ما قلنا خاصية الـ internal diagnostic self checks. زي ما قلنا عندنا بالنسبة للـ automated hematology analyzers عندنا منها أمثلة كثيرة وأنواع كثيرة في سيسميكس في البيكمان. هنشوف مثال عندنا من البيكمان كورتر انسترومنت. بالنسبة للنوعية دي من الأجهزة بتحتوي على 2 measurement channels في الهيدروليكس سيستم الخاص بيها. الـ 2 measurement channels عشان أنواع مختلفة من الخلايا. في منها channel بتقيس الـ platelets والـ RBCs و channel تاني ممكن تقيس الـ white blood cells. زي ما اتكلمنا في محاضرة سابقة قلنا ان خلايا او البارتيكلز بيتعمل لها counting. يبقى particles or cells are counted according to their size. يبقى بيتم تصنيفها ويتم عدها حسب الحجم الخاص بالخلايا. فزي ما قلنا عندنا في قناتين او 2 channels for measurements. في عندنا RBCs chamber بيمر فيها RBCs والplatelets. زي ما قلنا التكنيك المستخدم هو electrical impedance. الخلايا بتمر وبتديني بلس مجرد ما بتقطع التيار الكهربي او مسار التيار الكهربي بين القطبين الكهربيين. القناة الخاصة بال RBCs والplatelets دي الدايمتر بتاعها 50 مايكرومتر واللينث بتاعها الطول بتاعها 60 مايكرومتر. البارتيكلز اللي بتمر فيها من 2 ل 20 فيمتو ليتر ودي بيتم عدها او يتم العد بتاعها على انها بليتلتس. لو زاد الحجم بتاعها 36 فيمتو ليتر بيتم عدها على انها RBCs. بالنسبة للإلكتريكال بالسز زي ما قلنا بيتم عدها والريكورد او ريكوردينج للبالسز دهيت في الانالايزرز وبتتعمل عمليات الديجيتال كونفرشن والكمبيوتيشن وبتظهر لنا القراءة في شارت. ممكن تديني هيستوغرام وتديني نمبرز دي بيتم طباعتها وتظهر لنا النتيجة زي ما احنا شايفين. زي ما قلنا ان احنا عندنا طرق مختلفة لعملية الكاونتينج عشان تقليل الداتا ايرورز اللي ممكن تحدث اثناء عمليات البروسيسنج للسامبلز. زي ما قلنا ان الاجهزة ذكرنا في محاضرة سابقة مجرد مرور الخلايا وقطعها للتيار الكهربي بين القطبين اللي موجودين في الخلية بتاعة القياس بيحصل measurement للبالس هايت اللي يتم قياس ارتفاع البالس او حجمها عن طريق بالس هايت analyzers. والجهاز بيبدأ يرسم حاجة اسمها volume distribution histograms. بيبدأ يرسم histograms لل white blood cells لل RBCs لل platelets وبيصنفها او بيصنف هذه المجموعات. طبعا عشان التقنية دي يستفاد بها بشكل جيد لازم يتم تحسينها او تفعيلها بشكل كبير. من الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها او من العناصر اللي بتساهم في تحسين الامدنس تكنولوجي هنا بالنسبة للRBCs والبليتلتس حاجة اسمها شيزد ستريم ان احنا الخلايا عندنا بتمر من خلال القنوات المخصصة لها وبتكون مغلفة بسبيسيفيك فلويدز. بيعمل لها حاجة اسمها فوكسينج او بنسميه هيدروديناميك فوكسينج. ده بيعمل دايركتينج اوف سيلز
through the aperture، يعني بيخلي الخلايا تمر في شكل طابور أو صف متتابعة ليتم عدها بالتتابع وتقل نسبة الخطأ في العد. ده طبعا بيقلل زي ما قلنا coincident passage. coincident passage إن هو يمنع مرور خليتين مع بعض في نفس الوقت، فالفلويد شيس اللي بتحيط بالخلايا بتسمح بمرور خلية واحدة فقط. برضو بتساعد في particle volume distortion. بالنسبة للبارتيكل فوليومز بيقل عملية الديستورشن اللي بتحصل، لأنه زي ما قلنا كل مجموعة من البارتيكلز المفروض أنها بتمر من خلال القناة المخصصة ليها. برضو بتمنع recirculation of blood cells around the aperture، إنه ممكن زي ما قلنا عملية recirculation إن الخلية ممكن تعدي وبعدين ترجع تاني يحصل لها recirculation وتمر فتتعدي مرة تانية فتديني خطأ في العدد. ده بالنسبة لشيست ستريم. بالنسبة ده بيساعد زي ما قلنا في تحسين عد وتقليل الأخطاء بالنسبة للآر بي سيز والبليتلس. بالنسبة للوايت بلاد سيلز والآر بي سيز شانلز برضو في حاجة اسمها فلوتينج ثريشولدز، دي بتعمل discrimination of cell population، إن إحنا عندنا بيتم بتحديد أحجام الخلايا بحيث نمنع التداخل بين أحجام الخلايا دي وبعضها، فيتم التصنيف بشكل أفضل، فبيكون القراءات لعد هذه الخلايا بتكون أدق. يبقى الفكرة اللي ناخدها من الجزئية دي إن هي enhancement of evidence technology، إزاي بيتم تحسين الامدنس تكنولوجي دي عن طريق شيست ستريم، وهي هي الحاجات اللي بتعملها او الفوائد اللي بتؤديها. قلنا reduce coincident passage، reduce particle volume distortion، and prevents recirculation of blood cells around aperture. بالنسبة floating threshold الخاص بتصنيف الwhite blood cells والRBCs، ده بيعمل لي discrimination of each cell population، يعني بيصنف لي المجموعات هذه الخلايا بحيث لا يحدث تداخل بين ال white blood cells وال RBCs إذا كانت في تداخل في ما يخص حجم هذه الخلايا. لما نتكلم عن بعض البارامترز بالنسبة لل CPC أو Complete Blood Counting، هنبدأ بال RBCs نشوف إيه هي البارامترز اللي الأجهزة دي بتحسبها وبعض الايرورز والأمثلة ليها. بالنسبة لل RBCs طبعا المفروض بيتشاف ال RBCs Count اللي هو العد كرات الدم الحمراء، بيتشاف ال Mean Cellular Volume أو RBCs Volume، ده يمثل average volume of RBCs. زي ما احنا شايفين في الهيستوغرام لو بصينا في normal distribution هنلاقي normal distribution around 80. يبقى normal volume of RBCs ممكن يكون من 80 لغاية 100، أقل من كده وأكثر من كده يعتبر في مشكلة. Other parameters عندنا parameters تانية زي الهيماتوكريت أو الباكت سيل فوليوم، مين سيل هيموغلوبين اللي هو تركيز الهيموغلوبين بالنسبة لكل خلية من الخلايا، مين سيل هيموغلوبين كونسنتريشن أو MCHC. كل دي parameters بيحصل لها درايفيشن أو الأجهزة بتعمل اشتقاق لقيمها من بعض المعادلات اللي بتتم على السامبل. عندنا بارامتر مهم دايما بنلاقيه في الـ CPC reports، بنلاقيه RDW.
أو Red Cell Distribution Width، ده عبارة عن Coefficient of Variation of RBC's Volume Distribution، اللي هو بيقيس درجة الاختلاف في حجم الـ RBC's، لأن زي ما احنا عارفين الـ RBC's الحجم الطبيعي بتاعها من 80 ل 100 مايكروميتر. الأقل من كده وأكثر من كده زي ما قلنا ممكن يمثل abnormality. طيب لو في زادت نسبة الـ abnormal volumes، إذا كان في عدد كبير من الخلايا أكثر من حجمها أكبر من 100 أو عدد كبير حجمها أقل من 80، فده ممكن يظهر عندنا في الهيستوغرام ويظهر في القراءات بتاعتنا. النورمال فاليو بالنسبة للريد سيل ديستريبيوشن ويدث من 11 أو 11.5 إلى 14 أو 14.5، أكثر من كده وأقل من كده في مشكلة. الأقل طبعا مشكلته سهلة، ما فيش، مش بيمثل أهمية كبيرة، لكن أكثر من 14.5 أو 15 معناها إن في differences في الـ RBC's volumes، يعني ممكن يكون في اختلافات في أحجام الـ RBC's وده يمثل مشكلة. طبعا ده يعتبر إندكس لأنيسوسايتوز. أنيسوسايتوز اللي هو اختلاف في حجم الـ RBC's، إن عندنا RBC's ممكن تكون صغيرة أو RBC's تكون في الحجم الطبيعي و RBC's تكون كبيرة، كل ده بيديني فولز أو ايرورز بالنسبة للقراءات. وبرضو له علاقة بالام سي في أو المين سيلولار فوليا زي ما هنشوف إن شاء الله بعد كده. يبقى زي ما احنا شايفين في الهيستوغرام الواضح قدامنا بالنسبة للار بي سيز بارامترز، قلنا عندنا زي ما احنا شايفين البانل اللي على اليمين فيها انيسوسايتوزيس، هاي ريد سيل ديستريبيوشن ويتس، الرقم زي ما احنا شايفينه 19.9، ده بيديني امبريشن او انديكيشن لانيسوسايتوز، يعني في اختلاف كبير في حجم الار بي سيز. بالنسبة للفوليوم هنلاقي ان في شيفت تو ذا ليفت، الاحجام بتاعت الار بي سيز متجهة للحجم الصغير، فهتلاقي في ديكريز ام سي في. يبقى هنلاقي مع حالات اللي بيكون فيها الام سي في صغير هنلاقي الار دي دبليو او الريد سيل ديستريبيوشن ويث هنلاقيه مرتفع، وده زي ما قلنا بيشير الى انيسوسايتوز. ده ممكن بيحصل في حالات الانيميا زي حالات المايكروسيتيك انيميا. بالنسبه للاجهزه طبعا زي ما احنا شايفين بتعمل لي فلاجنج للابنورمال ريزلتس، فهنا عامله لنا علامه بالنسبه للام سي اتش وبالنسبه للار دي دبليو، حطانا ديزاينيشن اتش ان هي مرتفعه شويه هاي. ام سي في اند ار دي دبليو ار يوزد by instruments to flag possible anisocytosis, microcytosis and macrocytosis. التلاتة بيكونوا في نفس الحالة، يبقى في anisocytosis انه ممكن يكون عندنا زي ما قلنا اختلاف في حجم الـ RBC's، ممكن تكون microcyte او macrocyte، وبعضها بيكون في normal volume. ننتقل لنقطة جديدة هي platelet parameters. برضو عندنا زي ما في الـ RBC's عندنا في platelet count، ان احنا بنشوف العد او عدد الـ platelets. عندنا برضو الـ MPV او mean platelet volume، ده بيشبه تقريبا الـ MCV بالنسبة للـ RBC's. طبعا ده بيحصل له derivation او اشتقاق من الـ platelet histogram. بالنسبة للـ MBV أو متوسط حجم الـ platelets from 6.8 to 10.2 femtoliters، يبقى دي الأحجام اللي ممكن تكون فيها الـ platelets. بالنسبة للـ MBV ممكن يزيد لو عملنا storage للـ specimen ويكون معاها الـ anticoagulant المستخدم EDITA. برضو الستورج إذا كان لوقت
طويل تبدأ البليتلتس يحصل لها ديجراديشن، فهنلاقي ممكن الفوليوم زي ما هو لكن البليتلت كاونت بينخفض. برضو بالنسبة للهيستوغرام الموضح للبليتلت بارامترز للبليتلت كاونت والبليتلت فوليوم، زي ما احنا شايفين على الشمال في نورمال ديستريبيوشن البليتلتس with a normal range of count 418,000. المين بليتلت فوليوم is around 7 فيمتوليترز. بالنسبة لل abnormal distribution في البانل الثانية، زي ما احنا شايفين في جزء من الهيستوغرام في البليتلت واخدة النورمال فوليوم، وبعدين في الجزء الأخير في زيادة في حجم البليتلتس ممكن تزيد لعشرة واثناشر فيمتو ليتر، لكن في جزء منها اللي هو around 6.9 فيمتو ليترز، وهنا الجهاز عامل لي فلاج في علامة بتشير ان القراءة دي ما هياش مظبوطة، والهيستوغرام واضح ان هو abnormal distribution. بالنسبة للبليتلت كاونت زي ما احنا شايفين 26 يعني 26,000، ده برضو منخفض، والجهاز عامل لي العلامة قدامه او فلاج قدام النتيجة دي حقيقة. يبقى ده abnormal platelet distribution من ناحية العدد ومن ناحية الحجم. ننتقل الى بارامتر او البارامتر الثالث اللي هو وايت بلاد سيل بارامترز. بالنسبه للوايت بلاد سيل تشامبر مختلفه شويه عن الار بي سيز وعن البليتليت تشامبرز، ان احنا لازم بيتم التخلص من الار بي سيز، يبقى في سبيسيفيك ريجنس بنسميها لايسيز ريجنس، بتعمل لي لايسز للار بي سيز، بتعمل ديستراكشن للار بي سيز عشان تخلصنا من اي تداخل بالنسبه لمساله حجم الخلايا، والجهاز يتعامل فقط مع الوايت بلاد سيلز. يبقى كده ضمننا ان بيتم عد الكرات البيضاء فقط. طبعا بالنسبه للشانل الخاصه بالوايت بلاد سيلز، الدايمتر بتاعها 100 مايكرومترز واللينس بتاعها 70 مايكرومترز، يبقى قطرها 100 مايكرومتر وطولها 75 مايكرومتر. زي ما قلنا ان في عندنا specific lysis reagent to lyse RBCs، برضو في specific reagents دي بتعمل عشان نستفيد بيها في differential count، بتعمل لي differential shrinkage of leukocytes. يبقى في بعض الفلويدز بتؤثر على حجم الليكوسايز بحيث يتم تصنيف الوايت بلاد سيلز حسب الانواع بتاعتها، وبيبدا الجهاز يرسم لي الهيستوغرام زي ما احنا شايفين هنا في normal distribution البانل الموجوده على الشمال الوايت بلاد سيلز التوتال كاونت بتاعها 4.3 thousands، وعطيني differential count لكل نوع من الخلايا اللي تدخل تحت الوايت بلاد سيلز اللي هي الليمفوسايز مونوسايز جرانيتسايز ايزونوفيلز وبيزوفيلز. بالنسبة للديفرنشال كاونت طبعا بيتم تصنيف الخلايا حسب الحجم بتاعها، زي ما قلنا volumes 35 to 90 فيمتوليترز، يعني من 35 90 are considered lymphocytes. 90 to 160 فيمتوليترز اللي هي بين 90 و 160 فيمتوليترز بتعد على انها monocytes. الاحجام اللي ممكن تكون اكبر من كده اللي هي 160 to 450 فيمتوليترز، 160 ل 450 فيمتوليترز، دي بتعتبر granular size. يبقى التصنيف دوت او تصنيف الخلايا ده بيديني فكرة عن الديفرنشال كاونت
وتصنيفها كمجموعات تدخل تحت الـ white blood cells. يبقى عندنا 3 important populations اللي هي lymphocytes والmonocytes والgranulocytes. طيب ننتقل لنقطة أخرى، هي إزاي ممكن نعمل interpretation للهيستوغرام للdifferential count. زي ما احنا شايفين normal distribution في البانل الموجود على الشمال. البانل الموجود على اليمين فيها different flags، في abnormal cells كتيرة في lymphocytes أو في زيادة في eosinophils أو عند المونوسايت region. بالنسبة للفلاجز زي ما قلنا، لما بيحصل interference أو بيحصل تداخل في أحجام بعض الخلايا، إن خلية مثلا زي المونوسايتس بدل ما يكون حجمها كبير يحصل لها shrinkage وانخفض حجمها إلى حجم الليمفوسايتس فيتم عدها في منطقة الليمفوسايتس، أو إن حجمها يزيد يحصل لها swelling ويتم عدها تبع الجرانيولوسايتس، ده بيديني abnormal distribution. فالواضح في الهيستوغرام اللي عندنا ان في ليمفوسايدوز، زيادة من عدد الليمفوسايتس، والجهاز زي ما احنا شايفين عطينا علامة. معنى ان في فلاج او في علامة، ده بيديني تريجر او indication ل area of interference on volume distribution، يعني في تداخل في احجام هذه الخلايا، العد هنا ممكن ما يكونش مظبوط. طيب بالنسبة للـ R1 flag، لو في علامة بنسميها R1 flag ديت بتشير إلى إيه؟ دي signals at the lower threshold region of white blood cell histogram، يعني بيكون في كثير من العد ضمن المنطقة المنخفضة في الحجم، يعني هنلاقي حجم الـ white blood cells أقل من الطبيعي، وده باين في الـ abnormal distribution الهيستوغرام، إن بدأ كل معظم الحجم يتجه ناحية الحجم الصغير اللي هو أصغر حجم لهذه الخلية هو الليمفوسايتس، عشان كده الجهاز بيترجمها على إنها lymphocytosis. فالكيرف زي ما احنا شايفين مقارنة بالـ normal distribution، هنلاقي الكيرف اللي على اليمين في abnormal take off، يعني الكيرف بادئ مبكرا في أحجام صغيرة أو ناحية الحجم الصغير من الكيرف. ده طبعا إذا كان في nucleated RBCs، nucleated RBCs بيكون حجمها كبير شوية، فممكن الجهاز يعدها على إنها white blood cells. لو حصل بليتلت كلامبينج، ان البليتلت تتجمع زي ما قلنا، الجهاز برضو ممكن يخطئ ويعدها على انها وايت بلاد سيلز. برضو بعض الحالات اللي هي بنقول ان هي انلايزد ار بي سيز، الحالات المرضى اللي بياخدوا كيموثيرابي او ليفر ديزيز بيشنتس، برضو بيكون في الار بي سيز ما بيحصل لها شلايسز وممكن يحصل لها سويلينج ويتم عدها على انها white blood cells، لكن بتكون برضو في الحجم الصغير اللي هي بيعادل حجم الليمفوسايتس او اصغر، وبالتالي تديني خطأ في عد الليمفوسايتس وتبان الانتربيتيشن لها الليمفوسايتوز او زيادة في عدد الليمفوسايتس. يبقى نقطة مهمة جدا نخلي بالنا منها هو شكل الهيستوغرام والديستريبيوشن او فوليوم ديستريبيوشن of cells، الاحجام بتاعة الخلايا وشكل الهيستوغرام الخاص بيها. إذا كان في مشكلة في الهيستوغرام وإذا كان في مشكلة في العد، الهيستوغرام بيبان abnormal مقارنة بالnormal distribution، والجهاز زي ما قلنا بيديني flags أو علامات عند القراءات اللي ممكن مشكوك فيها، وإحنا المفروض إن إحنا بنفكر في الاحتمالات زي ما هي موجودة عندنا، إذا كان في nucleated RBCs أو clumped platelets أو unlysed RBCs أو أي مشكلة أخرى قد تمثل الـ volume distribution error.
يتبقى لنا نقطة أخيرة بالنسبة للبارامترز، هي reticulocytic count اللي هو عدد reticulocytes. بالنسبة للreticulocytes أو الأوتوماتيك reticulocyte counting، من الخواص اللي أدخلت أخيرا أو متأخرة عن باقي البارامترز سواء كانت RBCs أو platelets أو white blood cells. كان آخر خاصية يتم إدخالها طبعا. وبالنسبة للأناليزر بتعمل evaluation للreticulocytes زي ما قلنا عن طريق الأوبتيكال سكاتر أو الفلوريسنس تكنيك، إن إحنا بنقيس الفلوريسنس بتاع هذه الخلايا عن طريق specific dyes في صبغات معينة، وإن الخلايا دي بتحتوي على نيوكليير ماتيريال لسه فيها بقايا نيوكليك أسيدز، فالصبغات دهية أو الفلوريسنس دايز بتعملها ستينينج بتصبغها وبيظهر لنا الصبغات دي موجودة في الخلايا. فإذا كنا بنعمل مانيوال بلاتفورم ممكن نكتشفها، أو إذا كان نستخدم الأوتوميتد أناليزرز فهيبدأ يقيسها عن طريق الأوبتيكال سكاتر تكنيك. زي ما احنا شايفين في نتيجة السي بي سي اللي قدامنا، عندنا الريتيكلوسيتك كاونت هنا about 2%، وده في الحدود الطبيعية او النورمال رينج. في عندنا الهيموجرام في السكاتر بلوت اللي بيمثل توزيع الخلايا. طبعا بالنسبة للصبغة اللي بتستخدم في بعض هذه الأجهزة زي في أجهزة السيسميكس بيستخدم صبغة اسمها أورامين أو، دي واحدة من السوبرا فايتال دايز زي ما قلنا بتصبغ النيوكليار ماتيريال اللي موجودة في الريتيكلوسايتس وتديني فلوريسنس بيتم قياسه عن طريق الأرجون ليزر في الفلو سيلز. السيجنالز بيرسمها جهاز في سكاتر جرام أو سكاتر بلوت زي ما احنا شايفين كده هوت، حسب حجم الخلايا وحسب عد الخلايا. طبعا كل ما زاد العدد بتاع هذه الخلايا أو الخاص بهذه الخلايا كل ما يزيد الريتيكلوسيتك كاونت، ده بيكون يتناسب طرديا مع الـ RNA content. بكل ما زاد الـ RNA content في الخلايا كل ما هيزيد القراءة بتاعتها وهيديني عد أكبر للـ Retics. طبعا بيحصل automatic discrimination of cell population، مفروض إن الـ Reticulocytes حجمها مختلف عن الـ RBCs، فزي ما قلنا الأجهزة بتقيس الريتيكلوسيتك كاونت عن طريق سبيسيفيك ستينز. الحاجة الثانية إن الأجهزة دي مش بتقيسها زيها زي الـ RBCs، يبقى الـ RBCs بتقاس عن طريق الـ Evidence Technology، لكن الـ Reticulocytes بتقاس يتم قياسها أو عدها عن طريق الـ Fluorescence and Optical Scatter Technique. لازم نكون عارفين الطريقة اللي بتستخدم لعد هذه الخلايا والصبغات المستخدمة، نكون عندنا فكرة عن هذه الصبغات. يبقى عندنا بالنسبة للمحاضرة دي نكون قدرنا نتعرف على بعض البرينسيبلز الخاصة بالأوتوميتد بلاد أناليزرز، إزاي بيحصل إنهانسمنت للإمدنس تكنولوجي المستخدمة في بعض هذه الأجهزة، وهي العوامل اللي ممكن تتيح لنا عملية التحسين أو الإنهانسمنت. تكلمنا عن الـ parameters الـ RBCs الـ platelets الـ white blood cell
parameters وبعض المشاكل اللي ممكن تكون في الانتربريتيشن بالنسبة لهذه البارامترز، وبرضو الريتيكلوسيتيك كاونتينج وهي الدايز المستخدمة، الصبغات المستخدمة. اتكلمنا عن limitations and interferences، limitations بالنسبة للانسترومنت وlimitations والانترفيرنس بالنسبة للسامبلز البلاد سامبلز. اتكلمنا برضو عن specimen collection errors، هي الأخطاء اللي ممكن تظهر عندنا. كل دي أجزاء مهمة. الانترفيرنس أو conditions that interfere with hematology analyzers، هي العوامل اللي بتتدخل أو بتؤثر على hematology analyzers والحلول المقترحة ليها. كل دي أجزاء مهمة. وأمثلة بسيطة في النهاية للمشاكل اللي ممكن تحدث للعينات عندنا والبارامترز وإزاي بنستخدمها لعملية interpretation of blood specimen readings وإزاي بتساعدنا في التشخيص بالنسبة للحالات المرضية. إن شاء الله هنتابع مع بعض في محاضرات أخرى أجزاء أخرى من هذا الموضوع. If you like this lecture, please hit the subscribe button and give your feedback in comments. And you can find other details for this lecture in the website provided.